في مدينة مارسيليا الفرنسية، ومن أكثر أحيائها فقراً حي سان أنطوان، جمع طبيب الأسنان الجزار ليونيل جيج ثروة تقدر بنحو 13 مليون يورو خلال عمله لنحو 7 سنوات قبل أن يتم اعتقاله عام 2012 بتهمة تشويه مرضاه لأهداف مادية. وبعد أن كان الطبيب المليونير جراح الأسنان رقم 1 في فرنسا عام 2010 مسجلاً 4 أضعاف معدل عدد الزيارات اليومية، حكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 8 سنوات، وعلى والده الذي كان يعمل مساعداً له ب5 سنوات بسبب تشويه وقلع أسنان نحو 350 مريضاً ودفعهم لعمل أطقم صناعية أو زراعة أسنان، وهي طرق العلاج الأكثر ربحاً. التحقيقات أظهرت أن ليونيل كان يضع عدداً كبيراً من التركيبات على الأسنان السليمة دون أي مبرر طبي، وكان يلجأ إلى تعرية السن من الميناء الخارجية بهدف تعريض المريض لحساسية مؤلمة، وبعد ذلك يقنعه بضرورة قلع السن وتركيب جسور أو زرع أسنان صناعية مرتفعة الكلفة، وفي عدد من الحالات تم تغيير كامل الأسنان. ومن بين أكثر ضحاياه العاملات المنزليات وعمال البناء وحراس الأمن، فهل نال عقابه المستحق؟